Hemoglobin and hemoglobin electrophoresis. في الفيديو ده هنتعرف على كل المعلومات الخاصة بالهيموجلوبين and hemoglobin electrophoresis، سواء الانديكيشنز او ليه احنا بنقيسه داخل المعمل. كمان هنتكلم على كل الميثود فور استيميشن. كمان هنتكلم على الانتربريتيشن، كل الاسباب اللي بتؤدي للانكريز او الديكريز في الهيموجلوبين and hemoglobin electrophoresis. في البداية هنتكلم عن الهيموجلوبين. الهيموجلوبين بنختصره بال HGB أو ال HB H capital وال B small. السبيسمن اللي بناخدها عبارة عن عينة الوول بلاد على الإيديتا. الريفرنس فاليو في الأدلت ميل تبقى من 14 ل 18 جرام على الديسي لتر، في الفيميل من 12 ل 16 جرام على الديسي لتر، في التشايلد من 1 ل 14 سنة تبقى من 11.3 ل 14.4 جرام على الديسي لتر. الكريتيكال ليفل لو وصل لليفل اقل من 5 او زاد اكتر من 20 جرام على الديسي لتر، ده احنا بنعتبره كريتيكال ليفل. الميثود اوف استيميشن بنقيسه داخل المعمل عن طريق الكيتس باستخدام جهاز السبكتروفوتومتر، وبنستخدم تكنيك بنسميه سيانوميت هيموجلوبين ميثود. الكيتس اللي بنستخدمها بتحتوي على سوليوشن بنسميه درابكن ريجنت، كمان بتحتوي على الستاندرد سوليوشن اللي بيبقى معروف الكونسنتريشن بتاعه ويبقى دايما موجود في دارك بوتل. الخطوات اللي بنستخدمها فور ميجرمنت، بنحط 2 ملل من الهيموجلوبين ريجنت اللي هو الدرابكن سوليوشن في كل الانابيب سواء انبوبه البلانك او الكنترول او البيشنت. بعد كده بنحط 10 مايكروليتر من الستاندر او من عينه الوول بلاد من البيشنت. بعد كده بنعمل ميكس كويس جدا، وبعد كده بنعمل انكوبيشن في الروم تمبريتشر لمدة 3 مينتس. بعد كده بنظبط الويف لينس على جهاز السبكتروفوتومتر عند 540 نانومتر، وبنصفر الجهاز باستخدام الريجنت بلانك. بعد كده بنعمل ريدنج للابزوربنس، وبنسجل الفاليو للكنترول وكمان التست سامبل. دي الخطوات بالتفصيل. اول حاجه بنحط الدرابكن سوليوشن في كل انابيب، بعد كده بنعمل جود ميكسنج لعينه البلاد، وبناخد 10 مايكروليتر، وبنشيل الاكسس اوف بلاد من الاوتسايد. بعد كده بنحط البلاد في الدرابكن سوليوشن، وبنعمل جود ميكسنج ما بين البلاد وما بين الريجنت. بعد كده بنعمل انكوبيشن في الروم تمبريتشر. بعد كده بنعمل تصفير للجهاز باستخدام الريجنت بلانك بعد ما بنظبط الويف لينز. بعد كده بنحط عينة البيجن وبنقيس الابزوربنس، وكمان بنحط عينة الستاندر وبنقيس الابزوربنس بتاعها على الجهاز. بعد كده بنعمل كالكوليشن، بنقسم الابزوربنس بتاعت البيجنت على الابزوربنس بتاعت الستاندر، وبنضرب في الكونسنتريشن بتاع الستاندر بيطلع لنا الهيموجلوبين واليونت اللي بنستخدمها جرام على الدي سي لي. وده كمثال، دي الابزوربنس بتاعت البيشنت على الابزوربنس اوف ستاندر، وبنضربها في الكونسنتريشن بتاع الستاندر بيطلع لنا الهيموجلوبين كونسنتريشن. وكمان بنقدر نحسب الهيموجلوبين كونسنتريشن باستخدام الستاندر كالبريشن كيرف اللي بنبقى عاملينه مسبقا باستخدام الستاندر الموجود في الكيت. الهيموجلوبين عبارة عن بروتين موجود داخل الريد بلاد سيلز، بيحصل له فورميشن داخل الميتوكوندريا، بيحصل له ستيموليشن او انهانسمنت باي اريثروبويتين هرمون اللي بتفرز من الكيدني، وبيحفز البون مارو اثناء عملية الاريثروبويسيس، وبيساعد بشكل كبير جدا في الديفيجن للسيلز وكمان تصنيع الهيموجلوبين. الايرن بيخش في تركيب الهيم، عشان كده هو مهم جدا لتركيب الهيموجلوبين. لو حصل اي ديكريز في الايرن بيحصل ديكريز في الهيموجلوبين سينسز. تركيب الهيموجلوبين عبارة عن تترامير، اربع وحدات كل واحدة منهم بتتكون من الهيم والجلوبين هو البروتين بار. الهيم بيبقى سيميلر في كل المجموعات، ولكن الجلوبين هو اللي بيختلف، يبقى في نوع بنسميه الالفا جلوبين ونوع بنسميه البيتا جلوبين. فبيبقى في وحدتين من الالفا وفي وحدتين من البيتا، نسميها الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2. والايرون بيخش في تركيب الهيم، عشان كده هو جزء مهم جدا بالنسبه لتركيب الهيموجلوبين. نوع الهيموجلوبين بيختلف على حسب البروتين الموجود بداخله اللي هو الجلوبين، ففي انواع مختلفه من الجلوبين، في الالفا والبيتا والجاما والدلتا، ونوع الهيموجلوبين بيختلف على حسب نوع الجلوبين. اول نوع من الهيموجلوبين وهو الهيموجلوبين A1 يحتوي على 2 الفا و2 بيتا، وده بيمثل
معظم الهيموجلوبين الموجود في الأضلت حوالي 95% الهيموجلوبين A2، وده بيبقى فيه 2 ألفا جلوبين و2 دلتا جلوبين، وده بيمثل 3.5% في الأضلت. الهيموجلوبين F، وده بيحتوي على 2 ألفا و2 جاما، وده نسبته بتبقى صغيرة جدا في الأضلت، بتبقى أقل من 1%. دي كلها أنواع الهيموجلوبين الطبيعية اللي بيعتمد نوعه على نوع الجلوبين اللي موجود، سواء الألفا أو البيتا أو الجاما أو الدلتا. الفانكشن اوف الهيموجلوبين، زي ما قلنا الهيموجلوبين عبارة عن المين بروتين الموجود داخل الإريثروسايت، هو عبارة عن كونجوجيتد بروتين يتكون من تترامير زي ما قلنا 4 وحدات من البروتين ولينكد مع 4 وحدات من الهيم موليكيول. والتركيب ده بيبقى مهم جدا في عملية الريسبيريشن، لان الهيموجلوبين وظيفته ان هو بيعمل كارينج للأكسجين من اللنج للتيشو، وكمان بيشيل الكربون دايوكسيد من التيشو بيوصله لللنج. فالهيموجلوبين له دور مهم جدا في عملية الريسبيريشن وتوصيل الأكسجين للتيشو والريموفال للكربون دايوكسيد من الجسم. عشان كده ما بيحصل أي ديستيربنس في الهيموجلوبين بيحصل بالتالي ديستيربنس في عملية الريسبيريشن والأكسجينيشن للتيشو. الانديكيشن فور هيموجلوبين تيست، بنستخدم الهيموجلوبين تيست تو دايجنوز انيميا اند ايتس سيفيريتي. الهيموجلوبين لما بيحصل له ديكريز ده انديكيت ان في انيميا، ودرجه الديكريز بتدينا انديكيشن على السيفيريتي للانيميا اللي موجود. كمان بنستخدم الهيموجلوبين تيست تو ايفالويت البوليسايسيميا او الاريثروسايتوزيس اللي هي زياده عدد الريد بلاد سيلز في البلاد. كمان بنستخدم الهيموجلوبين تيست كبارت من الكومبليت بلاد اكزامينيشن. احنا بنقيس الهيموجلوبين لو منفرد بنقيسه عن طريق السبكتروفوتومتر، انما احنا بنقيسه داخل السي بي سي او الكومبليت بلاد كاونت، كل من خلاله بنقدر نقيم صوره الدم الكامل. الانتربريتيشن، الهيموجلوبين بيحصل له انكريز في حاله الديهايدريشن والهيمو كونسنتريشن، كمان بيحصل انكريز في الهاي اتيتيود الاماكن المرتفعه، كمان بيزيد في حاله البوليسايسيميا والاريثروسايتوزيس، وكمان بيزيد في حالات الكاردياك ديزيزز. كل الاسباب دي بتؤدي لزياده الريد بلاد سيلز، زياده عددها بشكل كبير جدا اللي احنا بنسميه اريثروسايتوزيس او بوليسايسيميا، يا اما نتيجه لانكريز فورميشن للار بي سيز من البون مارو، او نتيجه للهيمو كونسنتريشن او الديهايدريشن واللي بيعمل تركيز لعدد الخلايا في عينه البلاد. انما ما بيحصلش زياده في تركيز الهيموجلوبين داخل الريد بلاد سيلز، لان الريد بلاد سيلز بتبقى ساتوريتد بالهيموجلوبين، فزياده الهيموجلوبين بتبقى نتيجه لزياده عدد الريد بلاد سيلز اللي احنا بنسميه البوليسايسيميا او الاريثروسايتوزيس. بينما الديكريز في الهيموجلوبين بيحصل في حالات الانيميا واللوكيميا وفي حالات البلاد لوس، كمان بيحصل في حالات الاكسسيف فلويد انتيك واللي بيزود الفلويد الموجود في البلاد، عشان كده بيحصل دايلوجن، كمان بيحصل في حاله البارازيتيك انفستيشن، وكمان بيحصل في حاله الرينال فيلير. ففي الحاله دي الهيموجلوبين بيقل بشكل كبير جدا نتيجه لوجود الانواع المختلفه من الانيميا، وكمان بيحصل نتيجه للرينال فيلير لان ده بيؤدي للديكريز في الاريثروبويتين هرمون، وبيقل تصنيع الخلايا الحمراء داخل البون مارو بشكل كبير جدا، وبالتالي بيقل الهيموجلوبين في البلاد. عشان كده زي ما قلنا احنا بناخد الهيموجلوبين كمؤشر للانيميا وكمان السيفيريتي. لما بيقل الهيموجلوبين ده معناه الانيميا، ودرجه الديكريز في الهيموجلوبين بتدينا انديكيشن على السيفيريتي اوف انيميا الموجوده في البيشنت. الجزء الثاني وهو الهيموجلوبين الكتروفوريسيس، ده الاختبار الثاني. احنا بنقيسه داخل المعمل على عينه الوول بلاد اللي احنا بنجمعها على الايديتا. ريفرنس فاليو الهيموجلوبين A1 بيبقى 95-98% في الادلت. الهيموجلوبين A2 بيبقى من 2-3% في الادلت بيرسون. الهيموجلوبين F بتبقى نسبته صغيرة اقل من 1 حوالي 8-2% في الادلت، ولكن في النيو بورن بتوصل من 50-80%، وبعد كده بتقل بعد 6 شهور من العمر توصل ل 1-2%. الهيموجلوبين C والS والE والانواع الاخرى من الهيموجلوبين في النورمال بيرسون بتبقى نسبتها 0%، لان دي عبارة عن abnormal hemoglobin. نقدر نتعرف على الانواع المختلفة من الهيموجلوبين اللي احنا ذكرناها، سواء الـ A1 والـ E2 والـ F والـ C او الـ S، عن طريق تكنيك بنسميه الالكتروفوريسيس اللي احنا بنسميه الفصل الكهربي. الالكتروفوريسيس تكنيك فكرته بتعتمد على migration of charged particle او solute in a liquid medium under electric field influence. بمعنى لو في اي particle موجودة في ليكويد ميديوم
وعليها charges سواء البوزيتيف تشارج او النيجاتيف تشارج. بعد ما بنعمل ابلكيشن للتيار الكهربي بيحصل لها migration، بتتحرك بتأثير التيار الكهربي، وبنلاقي البوزيتيف تشارج بارتكل اللي احنا بنسميها الكاتاينز moves toward الكاثود. البوزيتيف تشارج بتمشي ناحية الكاثود اللي هو بيبقى نيجاتيف تشارج، والعكس بيحصل. النيجاتيف ايون بارتكل اللي بنسميها الانايون move toward الانود، بتروح يمت البوزيتيف الكترود اللي احنا بنسميه الانود. فعشان كده بيتم فصل البارتكل اللي بيبقى عليها شحنات مختلفه، البوزيتيف بيروح يمت النيجاتيف والنيجاتيف بيروح يمت البوزيتيف، وبالتالي بنقدر نفصلهم عن بعض باستخدام الالكتريك كارنت او التيار الكهربي. الهيموجلوبين الكتروفريسيس نتيجه لوجود اكتر من نوع من الهيموجلوبين زي ما قلنا، سواء الهيموجلوبين A1 او A2 او الS او الC او الF. اثناء عمليه الالكتروفوريسيس بنلاقي ان الديفرنت تايب من الهيموجلوبين بيبقى عليها ديفرنت تشارجز، وبالتالي موف ات ديفرنت سبيد، بتتحرك بسرعات مختلفه نتيجه لان الشحنه اللي عليها بتبقى كميتها مختلفه من نوع هيموجلوبين للنوع التاني. عشان كده كل نوع من الهيموجلوبين بيحصل له مايجريشن وبيعمل لي various bands، كل نوع بيعمل باند او بيبقى له مكان محدد اثناء عمليه الالكتروفوريس. واحنا دايما في عمليه الالكتروفوريسيس بنقارن البيشنت سامبل بالنورمال هيموجلوبين باترن، يبقى عندي ستاندرد سامبل بنقدر نقارن بيها عينه البيشنت عشان نقدر نتعرف على الانواع المختلفه للهيموجلوبين. بعد كده بنعمل كوانتيفيكيشن لكل باند وبنحسب نسبتها بالنسبه للتوتال هيموجلوبين، عشان كده بنقدر نحدد كل نوع من الهيموجلوبين نسبته بالنسبة للتوتال يساوي كام زي ما قلنا في النورمال فاليو لكل نوع. في البداية احنا بنعمل هيمولايسيت، بنجيب عينة من البلد وبنفصل ريد بلد سيلز وبنغسلها اكتر من مرة باستخدام السلاين، وبعد كده بنعمل لها تكسير او هيمولايس من خلال ان احنا بنحط عليها كمية كبيرة من الاديتا او بنحط عليها ديستال ووتر، فبتتكسر وبتدينا البلد هيمولايزيت بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. بعد كده بناخد الهيمولايزيت وبنحطه على الجل في اماكن محدده يمت الكاثود اللي هو النيجاتيف، وبعد كده بنعمل ابلكيشن للتيار الكهربي. في الحاله دي بنلاقي المولكيولز بتبتدي يحصل لها مايجريشن على حسب كميه التشارج وعلى حسب السايز بتاع نوع الهيموجلوبين، لان احنا قلنا كل نوع من الهيموجلوبين بيبقى فيه بروتين مختلف عن التاني اللي هو الالفا والبيتا والجاما والدلتا. عشان كده بنلاقي الشورت مولكيول بتمشي بسرعه كبيره جدا، ولكن اللونجر مولكيول بتمشي بسرعه اقل، عشان كده بنقدر نفصل الانواع المختلفه من الهيموجلوبين تحت تاثير التيار الكهربي. زي ما قلنا هي بتمشي من النيجاتيف وبتروح للبوزيتيف الكترو نتيجه لان معظم البروتين بياخد النيجاتيف تشارج. بعد ما بتتم عمليه الالكتروفوريزز كل نوع من الهيموجلوبين بيعمل باند مخصوصه بيه، وترتيبهم كالاتي زي ما احنا شايفين هنا، النيجاتيف وده البوزيتيف، ده الكاثود وده الانود، وبيحصل مايجريشن للباندز بالشكل ده بحيث ان اسرع واحد هو بيبقى الهيموجلوبين A، يليه الهيموجلوبين F، بعد كده الهيموجلوبين S، وبيبقى هنا أكتر من نوع في الباند دي بتشمل الهيموجلوبين S والجي والدي، يليهم الباند المخصوصة بالهيموجلوبين C وبرضه بتشمل الهيموجلوبين C والE والA2. فبالتالي عملية الإلكتروفريسيس قدرت تفصل كل نوع من الهيموجلوبين في باند منفصلة. بعد كده بنعمل كوانتيفيكيشن للباند، بنشوف حجم الباند قد ايه وبنحسب البيرسنت بتاعتها بالنسبة للتوتال، وبنعرف هل هي نورمال ولا حصل فيها اي ديستيرب. وبالتالي عملية الالكتروفوريسيس هي عبارة عن عملية سيباريشن بروسيس، عملية فصل بتم تحت تأثير التيار الكهربي. اهميتها ان احنا بنستخدمها تو ايدنتيفاي النورمال والابنورمال فورم من الهيموجلوبين. زي ما احنا عرفنا ان الهيموجلوبين A هو المين فورم من الهيموجلوبين في النورمال ادلت، الهيموجلوبين F هو المين فورم من الهيموجلوبين داخل الفيتس، عشان كده هم سموه هيموجلوبين F لانه غالبا بيبقى موجود بكميه كبيره جدا داخل الفيتس، والباقي بيبقى عباره عن كميه صغيره من الهيموجلوبين A1 والهيموجلوبين A2 داخل الفيتس والنيوبور. ولكن الانواع الاخرى اللي هي الهيموجلوبين دي او الاي او الاتش او السي دي عباره عن ابنورمال هيموجلوبين، المفروض ان هي بتبقى نسبتها صفر زي ما احنا قلنا في الاول في الريفرنس فاليو،
الانواع دي من الهيموجلوبين result from abnormal amino acid substitution، بيحصل تبديل ما بين الامينو اسيد اثناء عمليه الفورميشن للهيموجلوبين. الهيموجلوبين بيحتوي على انواع محدده من الجلوبين، لو حصل اي تشينج في ترتيب الامينو اسيد وبالتالي بيتغير نوع الجلوبين الموجود في الهيموجلوبين. وعمليه السبستيتيوشن دي بتحصل نتيجه لهيرديتري ابنورماليتيز بنسميها انهيريتد هيموجلوبينوباثيز، من خلالها بيتم تكوين ابنورمال جلوبين وبالتالي بتعمل لنا ابنورمال تايب من الهيموجلوبين. الانديكيشن ليه احنا بنعمل الهيموجلوبين الكتروفوريسيس داخل المعمل، زي ما قلنا احنا بنعمل بي ديتكشن للابنورمال هيموجلوبين وكمان بنحدد كميتها، وبنستخدم كميه الانواع المختلفه في الهيموجلوبين في تشخيص مجموعه من الامراض، منها الثالاسيميا والسيكل سيل انيميا وكمان الاذر ابنورمال هيموجلوبين ديزيز. ودي امراض وراثيه بيبقى تشخيصها مهم جدا لانها بتعمل ديستربنس في الريد بلاد سيلز والهيموجلوبين، عشان كده بتعمل انيميا وهيموليسيس للريد بلاد سيلز. الانتربريتيشن بيحصل انكريز في بعض انواع الهيموجلوبين زي الهيموجلوبين اي 2، بيزيد في حالات الميجالوبلاستيك انيميا والثاليسيميا. الهيموجلوبين اف بيحصل له انكريز في حاله الاكوايرد ابلاستيك انيميا، كمان في السيكل سيل انيميا وفي الثاليسيميا. الابنورمال هيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين دي والاي والاتش والاس والسي بيزيد نتيجه لهيرديتري ابنورمالتي زي ما احنا قلنا، وبتؤدي لمجموعه كبيره جدا من الديستربنس زي اللي هي موجوده قدامنا دي. بعد ما بنعمل عمليه الكتروفوريسيس بنقدر نعمل ايفالويشن للبانس اللي هي موجوده من خلال ان احنا بنحط ستاندرد هيموجلوبين بالشكل ده، بنحطه في اكتر من مكان، هنا بنحط الستاندرد باند وكمان في النص بنحط الستاندرد باند عشان نقدر نقارن ما بين عينه البيشنت وما بين الستاندرد. وزي ما احنا قلنا ترتيب المايجريشن بيبقى الA والF والS وبعد كده الC وبيبقى مع الE. فالبانس الاولانيه دي بتاعت الستاندرد، بعد كده الباند الثانيه ده بتاعت النورمال ادلت، بنلاقي المين هيموجلوبين هو الهيموجلوبين A1 عشان كده ده بيبقى نورمال ادلت. العينه الثانيه للنورمال نيو بورن بنلاقي ان الهيموجلوبين F هو البريدومينانت، بيبقى كميته اكبر من الهيموجلوبين A وده بيبقى نورمال نيو بورن. بعد كده العينه دي بنلاقي فيها البريدومينانت هو الهيموجلوبين اس، مفيش هيموجلوبين اي عشان كده بنسميه اس اس او نتيجه للسيكل سيل ديزيز. العينه اللي بعد كده دي ستاندر. بعد كده في العينه دي بنلاقي بيرسنت من الهيموجلوبين اي موجوده وكمان الهيموجلوبين اس موجوده، بنسميها الاي اس وده بيدينا انديكيشن على السيكل سيل 3، ما بيبقاش كل الهيموجلوبين هيموجلوبين اس عشان كده بنسميها سيكل سيل 3. العينه اللي بعد كده عباره عن هيموجلوبين اس مع الهيموجلوبين سي بنسميها الاي سي سي وده بيدينا انديكيشن على الهيموجلوبين اي سي سي ديزيز. العينه اللي بعد كده بتبقى عباره عن هيموجلوبين اف وهيموجلوبين اس بنسميها الاف اس وده بتحصل نتيجه للنيوبور، نتيجه لوجود الهيموجلوبين اف وكمان نتيجه لوجود الهيموجلوبين اس بيبقى نيوبورن ويز سيكل سيل ديزيز. اخر عينه وهي الهيموجلوبين سي بيبقى هو البريدومينانت، ما بيبقاش فيه الهيموجلوبين اي عشان كده بنسميه الهيموجلوبين سي ديزيز واللي بيؤدي للهيموليسيس للريد بلاد سيلز. زي ما احنا شايفين السيكل سيل انيميا بتؤدي لابنورمال شيب للريثروسايت نتيجه للابنورمال هيموجلوبين وشكلها مميز جدا بنسميها سيكل سيلز. احنا ما بنلاقيها في البلاد فيلم بالشكل ده، بنتاكد بيه عن طريق الهيموجلوبين الكتروفوريس. كمان الهيموجلوبين سي كريستالز اللي هي الموجوده قدامنا دي بتبقى كريستالز موجوده داخل الريثروسايت نتيجه للديستربنس في الهيموجلوبين ووجود الابنورمال هيموجلوبين اللي احنا بنسميه الهيموجلوبين سي، وده بيؤدي للبريسيبتيشن بيعمل كريستال بالشكل ده واللي بيؤدي للديستراكشن في الريد بلاد سيلز وبيؤدي لنوع من الهيموليتيك انيميا. عشان كده احنا دايما بنربط الابنورمال شيب الموجوده في البلاد فيلم مع الهيموجلوبين الكتروفوريسيس اللي هي بتاكد وجود الابنورمال هيموجلوبين. وبالتالي في النهايه يبقى احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصه بالهيموجلوبين والهيموجلوبين الكتروفوريس، عرفنا ان الهيموجلوبين هو المين بروتين داخل الاريثروسايت وله دور مهم جدا في عمليه الريسبيريشن، وكمان عرفنا ان في اكتر من نوع من الهيموجلوبين، الهيموجلوبين A والE2 والF عباره عن نورمال هيموجلوبين ولكن نسبتهم مختلفه ما بين الادلت وما بين الفيتس والنيو بورن،
الهيموجلوبين اف هو دايما بيبقى موجود في الفيتس وكمان موجود في النيوبورن. الهيموجلوبين الكتروفوريزيس زي ما قلنا بنستخدمها عشان عمليه سكريننج للابنورمال هيموجلوبين، من خلالها بنكتشف الانواع المختلفه اللي بتبقى ابنورمال سواء في البيرسنت بتاعتها او ابنورمال في الكونستيتنت الموجوده جواه اللي هو الابنورمال جلوب. ومن ضمن الانواع الابنورمال اللي هو الهيموجلوبين اس، وده انديكيت السيكل سيل ديزيز، وكمان الهيموجلوبين سي اند هيموجلوبين اي، ودي عباره عن ابنورمال هيموجلوبين بريديوسد مايلد هيموليتيك انيميا بتؤدي للدستراكشن للاريثروسايت نتيجه الابنورمال هيموجلوبين. وبالتالي الهيموجلوبين والهيموجلوبين الكتروفوريسيس من الاختبارات المهمه جدا في البلاد ديزيز تيست، واللي من خلالها بنقدر نشخص مجموعه من الامراض مع الاختبارات الاخرى زي صوره الدم الكامله او السي بي سي.